بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوم مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد الأرض والجن جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سطر الأولى نور الهدى قافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والقرار والواسس وجبريل خاتم راكب ومركب والمعراج صفر والسدرة المنتهى فوق مناقب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام قبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلل الأولى بكماله كشفت الرجاء بجماله حسن الجميع حسابي صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما.